تعاني العديد من الأحياء الشعبية في القيروان من الافتقار إلى المرافق الأساسية وغياب التنمية، رغم أنها ذات ثقل ديموغرافي كبير، بناء فوضوي، فقر وخصاصة وتلوث، وافتقار البعض للماء الصالح للشراب والكهرباء زاد عمق معاناة متساكني الأحياء هذه. تقرير أيمن معتوق. المعروف على القيروان كثرة الأحياء الشعبية اللي تعاني برشا فقر وبطالة وتلوث وتهميش وبناء فوضوي. حي التبان واحد البرجي هو أحد الأحياء في قلب مدينة القيروان اللي تضخمت فيه نسبة العائلات الفقيرة إلى حد المعاناة. الحي هذا يشكو عديد النقائص لدرجة أنه يخيل إليك في بعض الأحيان أنك في أحد الأرياف البعيدة. الكياسات حالة حليلة، التاكسي ما تدخلني ساعة ساعة، الواحد يموت، امرأة مش تولد، نهزوها نوصلوها هكا حدا اللي سيما غادي باش تاخذ تاكسي، يقول لك انا كرهبتي ما يساعدنيش تدخلن، صب المطر صغرت منك من القراي ما نجمش نوصلهم للمدرسه غاديكا بالطيول هنا، هذه الكل تلقاه، هذه الكل تلقاه، الحوين زاده ما فماش بالكل، نمشي وغادي الحوينه لا خبز لا حتى شيء. بلوجو يعطوا في تحصيل المسكن بلوجو، والرشوه التو موجوده راه يكذب عليك باش يقول لك تنحى الرشوة وتنحى الفسيد وتنحى شيء، تنحى الفسيد وتنحى الرشوة ولا تنحى الفسيد، كثر عندك اكتاف تدخل تخدم، ما عندكش اكتاف ما تدخلش تخدم. يبدو أن الأحياء هذه سقطت من اهتمامات السلطة الجهوية والبلدية ومن حساباتها، فلا ترى نوادي شبابية وفضاءات للترفيه ومساحات خضراء، بل ترى سوى المواشي والنفايات وفوضى البناء، فضلا عن أن الحي هذا يحيط به واد أبدى المواطنين اللي يسكنوا بالقرب منه تخوفهم من أنه تحصل كارثة يوما ما جراء ما يفرزوا من أمراض ورائحة كريهة وحشرات سامة. عندنا طريق الواد هذا كله ناموس، هو شواشة في العشية تعشي وما بين المغرب وفوت المغرب حتى العشاء، وشويه هذا الكعبه قدك الواحد يصبح حكي يوصل بها للسبيطار، ما شويه مسموم. هذه نحن الناس هنا عايشين مع الحنوش، تتصور انت صغير معناها طالع لبرا يطلع يشوف، انت تتصور انت محناش حتى للدار، عايشين مع الحنوشه في البلاد في قرن 21، تو مازلنا عايشين مع الحنوشه في وسط البلاد. اللي زاد الامر تعقيد في الاحياء الشعبيه انه مئات العائلات ما يتمتعوش بالماء الصالح للشراب، ومنذ سنين وهما يتنقلوا ليجلبوا من احياء مجاوره. نستنوا في الماء تو عندك يقول لك يجي دوره 10 سنين هنا، نحن ساكنين هنا في البلاصه هذه ونستنوا في الماء والضوء والزيقو يجرينا، اللي يمشي ماشي وخذ مثلا يقول له اعطيني الماء ولا اعطيني الضوء، يقول لك لموا مجموعه، لمينا مجموعه مشينا جرو وجرو وجرو، واحد يقول له 500 واحد يقول له 600، الماء قال لك طلبوا عليك 6 و7 ملايين و10 ملايين باش تدفع باش تخلص الماء. الغالب الناس فيها انا كبير، نحن تعبين يا سريس، كي نقول لك تعبين تعبين، نعبوا في الماء بالبيدون، نعبوا تعرف انت عائله ومرمى وصغار وكل شيء نعبوا بالبيدون، الوحده ظلت تنقل ظلت تنقل اللي دوخ ما عادتش نجم روح. الاكيد انه مثل هالاحياء تحتاج الى تدخلات عاجله وشامله من تحسين ظروف العيش وتحسين المرافق واخراج هالاحياء من الظلمات الى النور وانتشالها من التهميش وانقاذ الشباب من الانحراف، لانه من شاهد تحرك هذه الاحياء يوم 13 جانفي كان سيدرك حجم ما تحتاج اليه هذه الاحياء من اهتمام.